الاثنين 16 اكتوبر 2017، وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا عندنا فقره الصحافه، لكن اتاخرت النهارده بظروف خارجه عن ارادتنا النهارده، لكن كالعاده عندنا فقره الصحافه، وعندنا يوم الاثنين مع الاستاذ احمد سنجاب رئيس القسم السياسي بوكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين، وبعتذر عن التاخير، لكن اهم ما في الصحافه النهارده اللي لسه ما اتنشرش هو الزحام المروري الشديد جدا النهارده. كان في حادثه على الدائري فمعطل الطريق بشكل كبير جدا، يعني ما عشان كده قلت خارجه عن ارادتك. معلش. يوم الاثنين دايما في مصر من زمان جدا هو اليوم المزدحم الغير طبيعي، يقول لك اول اسبوع، مع ان اليوم الاحد هو اول اسبوع، بس ده حاجه غريبه جدا يعني. عندنا اخترنا بعض العناوين من عدة صحف، من جريدة الأهرام صفحة أولى، 400 مليون جنيه لبرامج تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم. الحقيقة امبارح كان الرئيس بيشارك في حفلة تخريج دفعة من رواد تكنولوجيا المستقبل، وعلى هامش هذا الاحتفال تحدث الرئيس بشكل واضح وصريح عن حاجات بتهم الشباب. يعني ابرز ما ورد في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي الحقيقه انا وقفت قدامها كتير، وقال ان مصر مليانه كفاءات من الشباب. ده صحيح، بس احنا ما عندناش الاليه ان احنا نوصل للشباب دي. نعم. يعني حتى الان ما عندناش اليه محدده واضحه ان احنا نقدر نوصل للموهوبين، نوصل للكفاءات دي، بحيث ان الموهوبين والكفاءات يتحطوا في اماكنهم. تمام. وده الخطوة اللي هي ممكن تغير مستقبل مصر، لأن طبعا شفنا في عام الشباب وشفنا المؤتمرات بتاعة الشباب. نعم. شفنا أفكار الشباب وشفنا إبداعاتهم، لغاية لما بنشوف الابتكارات المهولة والحاجات اللي هي فعلا هتدي صورة مختلفة لمصر. عشان كده من كلمة السيد الرئيس امبارح، يعني هو تحدث عن مضاعفة التمويل الخاص بالشباب ومشروعاتهم، لكن الأهم ان احنا ازاي نوصل للموهوبين دول. نعم. ازاي المسؤولين عن ملفات الشباب، كل مسؤول في مكانه يقدر يوصل للموهوبين، مش مجموعة اسماء من الاسماء الكبيرة اللي ليها كل الاحترام والتقدير اللي احنا بنختار او بنتنقل بينهم، ولكن نعم. في افكار شابة، في افكار جادة، في افكار حقيقية. نعم. في افكار قابلة للتنفيذ، في افكار خارج الصندوق، زي ما من داخل وخارج الصندوق زي ما بنقول، وكل ده يحتاج الى البحث والعمل عشان نقدر نوصل له. استاذ احمد، انا دايما بقول على الهوا هنا في نهارك سعيد اللي مليان امل وتفاؤل، ان احنا بقولها للمره 500 اخيرا بفضل الله، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ادانا رئيس بيهتم بالشباب اخيرا. ده حقيقي. اخيرا بقى في اتجاه ان احنا نهتم بالشباب اللي هم هيمسكوا بلدنا بعد كده. شفت حضرتك، تابعت الجوله كانت امبارح في هذا، شفت كميه الشباب جداً. من سن 13 سنه ولا 12 سنه وبيخترعوا حاجات ابتكارات عظيمه، يعني ده ريبوت عمال يرقص وريبوت وعمال بيقف عربي، يعني كل ده حاجات حقيقي تذهل، حاجات لو احنا استخدمناها بشكل بجد جدي احنا ممكن بمبالغ بافكار صغيره جدا ممكن تدخل دخل كبير جدا عالميا. ده حقيقي. انت عارف الاكبر حاجه بيعاني منها الشباب ايه؟ اللي هي عدم التقدير وحاله. نعم. الانكار. نعم. لما يجي مجموعه من الشباب عايزين يعملوا مشروع ويلاقوا الاحباطات ويلاقوا فهم يحسوا ويشعروا ان البلد ما فيش اي انتماء ليها، ان دي مش بلدهم، ان افكارهم بيتم احباطها. لكن لما بيتحدث الرئيس، ودي من اهم السمات اللي بتميز خطاباته، اللي هو في نوع من انواع المصارحه والمكاشفه، ما فيش حاله انكار، ما يقولش لا ده احنا عاملين كل اللي علينا للشباب، لا ده الشباب واخدين حقهم زياده، لا ده احنا عملنا وعملنا، لا. لكن المصارحه والمكاشفه بتقول ايه، والارض الحاجه اللي على الارض الواقع بتقول ان الشباب عندهم افكار، عندهم امكانيات، عندهم قدرات، عندهم ابتكار، عندهم كل الصفات. نعم. الايجابيه، ولكن هناك عجز لدى الدوله المصريه، وده واقع، والاعتراف بالمشكله هي بدايه حلها. نعم. انه احنا مش قادرين نوصل للشباب دي. انا وقفت بدون قطع كلامك عن عند كلمه قالها السيد الرئيس، انه لما كانوا بيقول طب نفتح فرع في الصعيد بالظبط، فكان في تردد، وبعدين لقى بعد ما فتح ان الاقبال رهيب جدا، كبير جدا في الجنوب، اكتر من حتى الناس اللي موجودين في القاهره وشمال مصر. يعني معناها انه الاماكن البعيده دي اللي كنا متوقعين ان هم ممكن ما يكون لهمش دعوه بالتكنولوجيا و
اصبحوا هم اللي داخلين فيها داخلين وبقوه أكتر وأكتر. خلاص بقى في حافز ليهم، بقى في حاجه شو. يعني مثلا حد حرك نموذج في جت وزاره القوى العامله مثلا عملت حاجه اسمها منتديات وملتقيات التوظيف. نعم. ملتقيات التوظيف دي بتوفر، بتجيب شركات وتوفر فرص عمل للشباب. بالزبط. حصل ملتقى واثنين وثلاثه ان ما فيش اقبال من الشباب، قال لك بص شوف الشباب مش عايز يشتغل. طيب لما تم تحليل اصول الموضوع واعترف بيها وزير القوى العامله، قال ان احنا كان عندنا مشكله في الاعلان، احنا اللي ما وصلناش للشباب عشان نقول لهم بالقدر الإعلان. الكافي ان فبالتالي احنا دلوقتي برضو الدوله بتقول ان في ان احنا هنرعى الشباب واحنا عايزين الابتكارات. طب نوصل للشباب ده ازاي والشباب يوصل لنا ازاي؟ الاعلان والاعلام. بالظبط، الاعلان والاعلام هو ده الدور المهم جدا 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 في الفتره الجايه على فكره في كل المجالات، مش بالزبط. بس في في, في 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 تنميه الشباب ومساعدتهم. طيب ننتقل، طب اخيرا بقى يعني، طب احنا بنقول 400 مليون جنيه يعني زودنا، على فكره معلومه مهمه جدا، احنا زودنا هذا الاتجاه. قيمه المبالغ المخصصه لتأهيل لتأهيل الشباب مضاعفتها، يعني حوالي عن 3 اضعاف تقريبا لتأهيل الشباب واعدادهم. تمام. واعتقد ان هيكون في الفتره اللي جايه انجاز عظيم جدا وابتكارات يا جديده رب. والشباب هيكون لهم وضع تاني جدا ان شاء الله خلال الفتره رب. اللي جايه يا رب. المصري اليوم صفحه اولى، مشاركه القطاع الخاص في انتاج الكهرباء تدخل حيز التنفيذ. ده من الاخبار المهمه جدا جدا، لان القطاع الخاص لا غنى عنه في اي قطاع من قطاعات الدوله الحيويه. يعني لما يدخل القطاع الخاص في انتاج الكهرباء، يعني معنى ذلك ان اي مستثمر يقدر يعمل مصنع كهرباء او يعمل محطه لتوليد الكهرباء ويبيع الكهرباء دي للدوله بالسعر الرسمي زي نعم. ما الدوله بتبيع، هي برضو هتقدر تشتري وهي توزع هي بمعرفتها، وده موجود في كل بلاد العالم. في كل بلاد العالم. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الدوله تتحمل فوق طاقتها. ليه احنا دايما بنقول الكلمه دي؟ لان هي بتحمل نفسها اعباء فوق طاقتها. لا، الدوله هي اللي لازم تنتج الكهرباء، فلما يحصل عجز في الكهرباء ما فيش غير الدوله برضو اللي هتدخل عشان توفر هذا العجز. طب صحيح. الدوله ما عندهاش امكانيات، هيفضل العجز في الكهرباء مستمر لحين ما تتوفر موارد للدوله عشان تقدر ان هي تزود طاقتها الكهربائيه. رغم المجهود الجبار اللي بذلته الدوله على مدار الثلاث او اربع سنين اللي فاتوا لتوليد لحل ازمه الكهرباء وتوليد كهرباء وتحقيق فائض، لكن ليه حد يسال دلوقتي طب ما اذا كان الدوله عندها فائض وعملت المولدات وعملت المحطات دي كلها، طب ليه عايز القطاع الخاص يدخل دلوقتي؟ صحيح، مشاركه القطاع الخاص ضروريه وهامه جدا، لان الدوله مش في كامل طاقتها التشغيليه. صحيح. يعني في مصانع المفروض ان هي داخله هتدخل حيز التنفيذ خلال الفتره اللي جايه، في شركات جديده، في استثمارات جديده، في حاجات في كتيره، مدن جديده، مدن في عاصمه جديده، في عاصمه اداريه جديده، محور تنميه قناه السويس بالكامل، كل نعم. الحاجات دي محتاجه نعم. كهرباء. نعم. فهل انت النهارده عندك فائض، لكن هل في خطه التوسع والتنميه بتاعتك هيفضل عندك الفائض؟ عندك زياده سكان رهيبه. بالظبط، 104 يعني من الحاجات العجيبه جدا 104 يعني مليون. عندك حاجات كتير جدا. فبالتالي انت ما بتبصش على وضعك، وده نعم. اللي احنا بنسميه او بيسمى في العلوم الاداريه اللي هو التخطيط، ان انت ازاي نعم. تعمل تخطيط للمستقبل. عظيم. وده بيفتح لنا باب سريع في القصه دي، اللي هي فكره القطارات، ازمه القطارات. برضو ازمه القطارات عشان تتحل ما يكونش العبء على الدوله وحدها. صحيح. لازم مشاركه القطاع الخاص في نعم. اي كيان او اي قطاع حيوي لابد من دخول القطاع الخاص بشروط وضوابط تضعها الدوله، بجانب المجهود الكبير اللي احنا عمالين نبذله في الداخل المصري، اذا كان من مشاريع، اذا كان من دعم للشباب، اذا كان في المقابل كمان احنا عندنا ونجاحات كثيره في الدبلوماسيه المصريه في الخارج كمان لتثبيت دوله مصر في وسط العالم كله. عندنا كمان عمالين نحارب الارهاب في سيناء، وعشان كده الأهرام صفحة أولى، مقتل 24 إرهابيين واستشهاد 6 من قوات الجيش في عملية فاشلة بسيناء. بطولة من بطولات القوات المسلحة، وهذا الكمين الذي تم استهدافه من قبل، والمرة دي القوات المسلحة بتتصدى لهذا الهجوم الإرهابي، والعمليات في سيناء مستمرة. الناس بتتناسى هذا الموضوع، بتتناسى فكرة أن مصر بتقود حرب شرسة ضد إرهاب لا يريد الخير لهذا البلد. نعم. ولذلك إذا كانت التنمية بتحتاج مجهود، فإحنا المجهود علينا مضاعف، لأن صحيح. إحنا بنعمل تنمية في ظل عداء ومقاومة شديدة جدا لهذه الفكرة، لمجرد الفكرة. يا بيه، ما فيش بلد حضرتك في العالم بتعمل اللي إحنا بنعمله دلوقتي. بالظبط. ده شوف حضرتك في المقابل ايه، ان احنا بنتكلم عن ارهاب العالم كله معترف بيه، ولكن ماذا يفعل العالم لمحاربه الارهاب؟
هو سايب كل منطقه بتعاني من الارهاب تخوض حربها مع نفسها، ويكتفي بالادانات الكلاميه. يعني الدول اللي بتمول الارهاب ايه اللي حصل معاها؟ ايه الاجراء اللي حصل معاها؟ احنا شايفين دوله ثبت بالدليل القاطع انها بتمول الارهاب، وبتيجي بعض الدول الكبرى تديها اصواتها في اليونسكو. يعني من عجائب القدر طبعا. فمن عجائب القدر لما تيجي دوله معروف انها بتمول الارهاب ومتاخد منها موقف انها بتمول الارهاب وادله انها بتمول الارهاب وتمول شراء سيارات السيارات المصفحه وسيارات الدفع الرباعي اللي بتستخدم في ليبيا وبتستخدم في كذا منطقه من المناطق المشتعل على مستوى العالم. فتيجي الدوله دي نلاقي ان الدول الكبرى بتديها اصواتها بحيث انها تبقى رقم واحد في انتخابات اليونسكو بلا تاريخ بلا ثقافه بلا اي شيء، اللي هي توازنات سياسيه. طيب هو هل العالم او هل المجتمع الدولي جاد فعلا في مكافحه الارهاب؟ مصر جاده، مصر جاده جدا، مش بس مصر جاده جدا وتخوض حربها. انا بزود يعني باصر على انه ما فيش بلد يا جماعه في العالم عماله تنهض بالاقتصاد بتاعها وعماله تنهض بمجتمعها وفي نفس الوقت عماله تحارب التحتيه بالظبط وناجحه في ده وناجحه في ده. طيب تخيل سينا دي اللي احنا بنعمل لها الانفاق اللي هتعبر من تحت قناة السويس عشان تنمية شمال سيناء والمنطقة دي بالكامل. هل ستكون هناك تنمية دون القضاء على الإرهاب؟ لابد من القضاء على الإرهاب في هذه المنطقة بالكامل. والقوات المسلحة كامل التحية والتقدير لها على ما تفعله وما تبذله من جهود. إحباط هذه العملية دليل كبير على يقظة القوات المسلحة. تمام. وأن في جهود كثيرة جدا بتتعمل هناك. وأعتقد أن وتيرة العمليات قلت كثير خلال الفترة اللي فاتت. العمليات الاستباقية الناجحة كان لها مجهود كبير جدا خلال الفترة بس لازم برضو نقول ان احنا لازم نكون متوقعين بعد الدور الكبير اللي بتعمله مصر في تثبيت كيانها خارج مصر وكمان دورها في المصالحة الفلسطينية ودورها في عدة مواضيع. فاحنا متوقعين ان لازم الارهاب يبتدي ينشط تاني. بالظبط ده حقيقي وارد ومستعدين له وان شاء الله هننتصر عليه ان شاء الله. سريعا لان احنا يعني ايه ناقص لنا كذا خبر ومبقاش في وقت. المصري اليوم صفحة اولى، المالية تصدر سندات باليورو العام المقبل. وزير المالية موجود حاليا في الولايات المتحدة في مشاورات مع صندوق النقد ومع بيحضر الاجتماعات الدورية بهذا الشأن. هو بيتكلم على إصدار سندات خلال السنة القادمة. هذه السندات ستكون باليورو. احنا شايفين ان ده من اهم مصادر التمويل اللي بتعتمدها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. بتراهن عليها برضو خلال الفترة اللي جاية. والإقبال على شراء السندات المصرية ده بيدي ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري. هيشتري سندات، يعني معنى ذلك ان هو واثق في قدره هذا الاقتصاد ان هو يقدر يضمن هذه السندات. استاذ احمد تعالى نتناول الموضوع الاخير ده والخبر ده الاخير. الاهرام صفحه اولى، وزراء ري مصر والسودان واثيوبيا يجتمعون باديس ابابا بعد غد. اجتماع نتمنى ان يسفر عن نتائج ايجابيه، لان احنا شايفين ان موضوع سد النهضه من اهم الموضوعات اللي بتشغل الرأي العام المصري. احنا مش ضد سد النهضة، احنا مع التنمية في اثيوبيا، مع التنمية في كل دول القارة الافريقية. واعتقد ان مصر من اقدم دول العالم اللي كان ليها دور. يعني بنشوف دلوقتي ادوار لاسرائيل وادوار لقطر تحاول تدخل وادوار لدول عربية اخرى وادوار للصين لا مصر اول دولة دخلت لافريقيا من ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. واعتقد ان في شوارع كتيرة جدا في افريقيا بتتسمى باسم يا إما الرئيس المصري يا إما القاهرة يا إما بتسمى باسم مرتبط بمصر لدور مصر في هذه القارة. أعتقد أن هذا الدور سيظل موجود مع التنمية، ولكن نحن سنقف ضد المساس بحصة مصر في مياه النيل، وهذا هو الرفض الأساسي للجانب المصري. أتمنى أن هم يوصلوا للاتفاق. معرفش، انا حاسس ان احنا كنا نسيناه شويه الملف ده، يعني في الفتره اللي فاتت كنا مشغولين بملفات اخرى، لكن رجع تاني احنا كمواطنين هذا الملف على السطح وهيزيد في الفتره اللي جايه، لانه لازم نعرف راسنا من رجلينا احنا كمصريين. احنا ممكن نكون نسيناه شويه، ممكن نكون تجاهلنا عليه او تجاهلناه. لا ما نسيناهوش، لكن كان في مواضيع تانيه كنا بنتكلم فيها اهم. لكن الحكومه والنظام المصري لم يتجاهل هذا الموضوع. هو مطروح، يعني احنا شايفين كان في جوله للرئيس عبد الفتاح السيسي في افريقيا منذ عده اسابيع. كانت الجوله دي اكيد ملف نهر النيل وملف دول المنبع ودول المصب كان على راس اهتماماته. اعتقد ان الموضوع ده لا يغفل اطلاقا عن الحكومه المصريه. نعم. وان شاء الله نحقق فيه انجاز خلال الفتره اللي جايه.
استاذ احمد سنجاب رئيس القسم السياسي بوكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا لجزيلا لحضرتك يا فندم. متشكر جدا جدا، نورتنا والحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك، متشكر جدا. فاصل وراجعين حالا.